سمارة في أحدى الظهور ليها تهاجم مخرج مشهور بعد تنمره عليها وتستغيث نفسي أشوف حفيدتي وأبيع بطاطا. أهلا بيكم في مجلة الحياة. فاكرين فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي اتعرض سنة 1998 وفتح المجال للجيل الجديد وقتها زي هنيدي والسقا ومنى زكي وهاني رمزي وبقوا نجوم شباك؟ وطبعاً فاكرين أغنية شوكولاتة شوكولاتة رشوا الوردة على الشوكولاتة اللي غنتها المطربة ستونة والفنان محمد هنيدي ضمن أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ طيب فاكرين بقى سمارة البنت اللي حصل بينها وبين هنيدي مشهد كوميدي ولما صاحبه طرده راح عايش معاها في بيت ستونة؟ هي دي بطلة قصتنا النهاردة واسمها الحقيقي مسطورة. كانت مسطورة وقتها واحدة من الوجوه الجديدة ولفتت ليها الأنظار رغم ظهورها في مشاهد قليلة، لكن تفاعل معاها الجمهور حتى إنهم كانوا متوقعين لها شهرة كبيرة. لكن بعد الفيلم اختفت مسطورة لسنين طويلة وصلت ل24 سنة، وكانت المفاجأة الكبيرة لما نشر الفنان إدوارد على حسابه الرسمي إنستجرام صور لي مع مسطورة وكتب على الصور مسطورة سمارة من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. وبمجرد نزول الصور تفاعل معها عدد كبير من المعجبين، ومنهم اللي قال يا جميلة قوي، لسه حلوة زي ما هي، بحبها قوي، وسمارة الحلوة الشوكولاتة. وطبعاً في اللي قارنها بشكلها في الفيلم فشافها إنها كبرت في السن وبقت عجوزة، مع إن ده الطبيعي يعني وسنة الكون، بس الكل أجمع إنها لسه محتفظة بخفة دمها وابتسامتها الطبيعية. وظهرت مسطورة في أكتر من برنامج تلفزيوني وقالت إنها كانت مفكرة إن دورها في الفيلم هيكون بداية تألقها في عالم الفن والتمثيل، لكن اللي حصل كان عكس المتوقع تماماً. فبعد الفيلم كان بيتعرض عليها تمثل دور خدامة وصمتة، كل اللي تعمله إنها تفتح الباب وتقفله، والموضوع ده أثر على نفسيتها جداً. لكن اللي أثر عليها أكتر هو تنمر المخرجين عليها. فقالت مسطورة إنها اشتغلت مع مخرج ما في مسلسل وكان بيعاملها بتنمر وبيستخف دمه على حسب كلامها، وبيقول لهم يزودوا الإضاءة علشان تظهر في التصوير، ولما كانت بتعترض على طريقته كان بيزيد في تنمره من غير ما يراعي مشاعرها. وأكدت مسطورة إنها راضية عن شكلها ومظهرها اللي ربنا اختاره لها، ده بعيد عن الناس اللي شايفة إن الجمال يعني بشرة بيضة وعيون خضراء. والسبب اللي خلاها تبعد خالص عن الفن هو إن جالها جلطة في المخ وحصل لها شلل، لكن بفضل ربنا اتبعت العلاج واتحسنت بشكل كبير. وللأسف لسه بتمشي بعصاية لأن الجزء الشمال كله فيه شلل. ولما سألوها عن حياتها الخاصة قالت بكل فخر إن اللي حب بشرتها السمرة كان واحد ألماني أبيض وعيونه خضر، واتجوزها وخلفت منه ولد اسمه كريم، وكمان بقت جدة وعندها حفيدة اسمها كارما، لكنها محرومة من حفيدتها، حتى ابنها كريم ما شافش بنته غير يوم الولادة بس، وكل ده بسبب والدة مرات ابنها اللي رفضت إن بنتها تعيش مع مسطورة في نفس البيت، وعايزة كريم هو اللي يعيش معاهم في بلدهم في النوبة. فقرروا ينفصلوا وكريم ساب البلد كلها وراح قعد في ألمانيا بلد والده. نيجي للمفاجأة الكبيرة، وهي إن السيناريست مدحت العدل أعلن إنه بدأ في كتابة الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية من فترة، وأكد إن كل نجوم الفيلم رحبوا بفكرة تقديم جزء تاني منه، خصوصاً إن الجمهور ارتبط بالفيلم وحقق وقتها نجاح كبير وتصدر شباك التذاكر في السينما لفترة طويلة. وبتتمنى مسطورة إنها ترجع تشتغل تاني أي دور، إن شاء الله حتى يكون دور واحدة بتبيع بطاطا، أي دور هي موافقة إنها تعمله، بس تكسب قرش بعرق جبينها، مش عايزة أعانة من حد. ووجهت رسالة لمحمد هنيدي وقالت له إنها مستنية تشارك بالعصاية في الجزء الثاني من الفيلم، وإحنا كمان مستنيين نشوف سمارة في أكتر من عمل ومتأكدين إنها هتكسر الدنيا. بكده تكون حلقتنا خلصت، شاركونا برأيكم في التعليقات واستنونا في حلقة تانية من مجلة الحياة. سلام.